قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولا نحيي شعبنا الصابر الأبي والذي ما زال يقف أمام العدوان الخليفي رغم جورهم المتضاعف علينا كأنهم كلاب مستعرة. ونعزي أباء الشهداء وندعو المعتقلين والمطاردين والمهجرين بالفرج العاجل القريب. ثانيا أما بعد، الذي رأيناه من تخاذل لبعض الجماهير الشعبية التي باتت تخاف من يد الطاغية حمد أن تصيبهم بالسجن أو التهجير وأياً كان من التخويف وسياسة الترهيب. الذين رضوا بالحياة الدنيا التي لا تغنى ولا تسمن من جوع ورضوا بالذلة والمسكنة، فمثلهم مثل من كان مع يزيد وخاف أن يكون مع الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في واقعة الطف المعروفة. ثالثاً نقول إلى شعبنا أن لا تخافوا ولا تحزنوا، أبشروا بالنصر القريب ولا تظنوا أنكم فئة قليلة سيغلب على أمرها، واعلموا أن الله معنا مع الحق الذي يتمثل في الحسين عليه السلام، وهو اليوم متمثل في آية الله، في آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وأصحابه الذين قتلوا كمن كان في ساحة الفداء، والرموز والمعتقلين في سجون الظالمين هم والله حاميهم وحامينا. ولا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يمهل ولا يهمل. رابعا أن شاركوا يا أبناء عوان في كل مسيرة بالحق تخرج في أي منطقة من مناطق هذه الجزيرة المليئة بالصبر، وثقوا أن بعد هذا المصر يصر وأن الله مع الصابرين. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون. استعدوا لظهور القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وبينوا له أننا مستعدون أن نكون معك جنودا كالبنيان المرصوص بل وأشد من ذلك، وأن لا تتخاذلوا في أداء التكليف الجهادي والعقائدي، وكونوا للإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف حزبا واحدا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وعجل اللهم فرجهم المنتظر. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وافلح من يصلي على محمد وآل محمد.